تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في ظرف قصير وصلت نسبة متابعة مقطع فيديو لا يتجاوز 15 ثانية إلى أرقام خيالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم. مقطع الفيديو الذي نتحدث عنه هنا كان عبارة عن مادة خام بدون إخراج، بدون تركيب، ولا حتى بدون مؤثرات فنية. نتحدث هنا عن الفيديو الذي يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما تعرض لصفعة أمام الملأ من طرف مواطن في الشارع الفرنسي. مشاهدينا الكرام، بعيدا عن الظروف والتداعيات المحيطة بالحادث، نتوقف هنا عند القراءة السوسيولوجية لهذا السلوك الذي يعبر برأي أهل الاختصاص عن العنف اللفظي والمادي الذي انتشر بشكل رهيب في فرنسا، ويؤشر أيضا على أن فرنسا ليست بخير كما يروج لذلك في وسائل الإعلام الفرنسية بعد أن لاحت في الجو رائحة حراك فرنسي ينبئ بشيء ما. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من برنامج اتجاهات عبر قناة الوطنية، نحاول استقراء الحادثة التي تحدثنا عنها بشواهد فرنسية من خلال كتاب أصدره الكاتب والصحفي الفرنسي إيفان ريوفول بعنوان الحرب الأهلية آتية، وكذلك من خلال كتاب للكاتب الفرنسي موريس بيرجر بعنوان حول العنف المجاني في فرنسا. نتابع هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة ربيعي عابير، ثم نعود لنلتقي من جديد. صفعة دخلت مرمى التاريخ سجلها كف شاب فرنسي على خد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الصائن لكذبة الحريات. يبدو أنها حادثة كشفت الوجه الآخر لبلد يعيش على خرافات الديمقراطية والسلام، تزينها خطابة رئيس هاو للأدب وطالب فلسفة بشعارات مستوحاة من أبيات شعرية. ذكرتنا بحرب أهلية حذر منها الكاتب والصحفي إيفان ريوفول سنة 2015 في كتابه الحرب الأهلية آتية، وبعرضة أمضى عليها مئات العسكريين تنبؤوا بانفجار اجتماعي وشيك بعواصم الجن والملائكة. شبح الصفعة التي تلقاها ماكرون لم تكن درسا للنجم الصاعد في سياسة خلق الأزمات والاغتيالات، قتل الشعوب وتهجيرها ونهب الثروات في بلدان إفريقيا. فالمخططات الماكرونية لأصغر رجل عاشق في قصر الإليزي وذكائه التكتيكي الحاد الناجح في دول الجنوب لم توفقه في اقتلاع بذور حرب أهلية في طريق نموها على الينابيع الساخنة. رغم محاولة الحكومة الفرنسية تحويل قضية صفع الرئيس ماكرون من جدل حول الحرب الأهلية إلى مسألة حق الشعب في التعبير عن رأيه، إلا أنه حين يصل الأمر إلى صفع حاكم دولة أمام الملأ من طرف مواطن كان الرئيس يريد مصافحته، فهذا تعبير عن إرهاصات تمرد وتفكك للديمقراطية، ومؤشر على أن الجمهورية ليست بخير وأن الجو تسوده رائحة حرب أهلية محققة تطبخ على نار هادئة. Et quand la bêtise s'allie à la violence, elle est inacceptable. C'est autre chose. Faut pas la confondre. La colère, moi je l'entends. La colère, démocratiquement, elle s'exprime. Vous savez, je ne veux. إيمانويل ماكرون الرجل الوسيم كما يلقب، ولأنه الطبيب الروحاني لدول الجنوب والواعد الأكبر لها، نسى أن يكشف على المرض المعشش في بلاده منطبقا عليه البيت الشعري تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. إذن صفعة ماكرون الوجه الآخر للديمقراطية في فرنسا هو العنوان الذي اختارته لنا زميلتنا عبير أربيعي في هذا التقرير الذي كنا نتابع. ويشاركني في نقاش حلقة موضوع اليوم هنا باستوديو اتجاهات بقناة الوطنية
بروفيسور محمد طيبي أستاذ وباحث في علم الاجتماع السياسي. بروفيسور مرحبا بك معنا. أهلا بك، مساء الخير. سعيد جدا أنا بمشاركتك لنا في هذه الحلقة. أيضا الأستاذة الدكتورة نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتورة مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومشكورة على هذه الدعوة، وخاصة وأنا سعيدة بوجود البروفيسور الفذ الأستاذ. شكرا جزيلا دكتورة، وإن أذن لي البروفيسور محمد طيبي سأبدأ معك من على يميني دكتورة نبيلة بن يحيى. دكتورة، رئيس الجمهورية كما كنا نتابع قبل قليل في هذا التقرير بحصانة دبلوماسية يحرسه كما تعلمين ويعلم الجميع جيش عرمرم بإمكانهم أن يمنعوا عنه حتى أشعة الشمس من الوصول إليه، لكنه تلقى صفعة من مواطن في الشارع أمام كاميرات العالم. إلى ماذا تؤشر هذه الحادثة؟ بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم كما أشرت منذ حين نناقش موضوع جد مهم فيما يتعلق بوجود الدولة الفرنسية في حد ذاتها، التي تحمل شعار صالة وجال عبر العالم، أخوة مساواة وحرية، لكن يبدو أن بعض الصور التي رأيناها تضرب الشعار في حد ذاته، خاصة وأن صفعة لرئيس الجمهورية هو صفعة لرمز من رموز الدولة الفرنسية. طبعا هذا جاء نتيجة جملة من الإرهاسات والأسباب التي أدت إلى وجود مثل هكذا سلوك، وهذا السلوك اعتقادي أن الدولة الوظيفية التي مارستها فرنسا منذ سنوات، منذ لن أقول منذ سنوات ولكن منذ الثورة الفرنسية إلى المرحلة التي تعيشها اليوم فرنسا بثوب إن صح التعبير حداثي جديد، لكنه يحمل بداخل هذه الدولة جملة من التناقضات التي ممكن جدا ستؤول إلى مخاطر. نعم، في تأسيسها لهذه الدولة. وهنا أرجع لك فقط، العديد من الكتاب من بينهم مؤلف ومفكر أمريكي تكلم عن موت الديمقراطيات الغربية، The Die of Democracies، يعني هل هي مرحلة انتهاء الديمقراطية والمركزية الغربية التي في محطاتها التاريخية كانت فرنسا الدولة الرائدة لهذه المركزية الغربية، لكن بعد وستفاليا كانت هي الموجودة، وبعد معاهدة أو اتفاق وستفاليا كانت هي المؤطر للدفع القومي للوجود في أوروبا، لكن فيما بعد انتقلت هذه المركزية الغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في اعتقادي أن جملة هذه الإرهاسات السياسية والاقتصادية، ولن أغيب عنكم الإرهاسات حتى الصحية، كوفيد أو هذه الجائحة نوعا ما كشف أو فضحت، لن أقول كشفت، فضحت فحوى أو بناء هذه الديمقراطية التي عرفناها أنها كانت جدا عرفناها أنها عرجاء، ولم تستطع أن تكون تلك الصورة التي تحدث عنها الكثيرين أنها بعث للإنسانية جمعاء. طيب، نتوقف عند هذه النقطة دكتورة بن يحيى. قراءة سياسية مباشرة، ولكن لست أدري إن كانت قراءة علم الاجتماع السياسي الذي دائما ما يعنى بالتفاصيل والجزئيات تتفق مع هذه النظرة أم أن هناك رأي آخر بروفيسور طيبي؟ صحيح، تكملة لما تفضلت به زميلة الأستاذة، في تصوري أن الفعل في حد ذاته حدث، لأنه قلب كثير من التقاليد المرسخة في عقول الناس وفي مخيلات البشر. إنسان عادي يتقرب من رئيس خامس قوة في العالم ويصفعه صفعة، وليست أي صفعة، فهذه الصفعة ستؤرخ في التاريخ، تاريخ سياسي وتاريخ حتى الأمني. من هذا الباب قد يكون ردة فعلي مختلفة نوعا ما، لأنني أنظر إليها من باب المخاض العسير والمعقد والذي لا تظهر مخارجه حتى الآن للرأي العام الفرنسي. وجميل أن نتكلم من خارج الرأي العام الفرنسي. اعتقادي أن الأمر ليس بهذه البراءة، حتى وإن كتب الكتاب
وشعر الشعراء. تصوري أن فيه مشروع سأعود إلى تفاصيله فيما بعد، لكن فيه مشروع احتواء ماكرون لتقليمه وتقليصه ونزع كل ما بناه من رمزية شبانية تشبيبية لفرنسا، محاولة لدفعه إلى الأخطاء أيضا، وثانيا تقليل حظوظ قدر الإمكان إن للترشح وإن للخسارة. وبالتالي هذه الضربة هي جزء من اللعبة السياسية الخطيرة في فرنسا. نعم قد تظهر لك، وأتفق معك على أساس أن ما أسميه بالأمبراطورية المتوحشة، لأن فرنسا في تعريفها الهيكلي البناء التاريخي ليست لا ديمقراطية ولا أخوة ولا هم يحزنون، هي أمبراطورية متوحشة بناها نابليون. يعني الواقع مخالف للشعار تماما بروفيسور. مش مخالف، بعيد عن الحقيقة التاريخية للبنية، بنية النظام في فرنسا، وأن بنية العنف المؤسسي الفرنسي طوليت أو لونت بألوان، من ضمنها مثلا الثورة الفرنسية. من يقرأ الوثائق الحقيقية للثورة الفرنسية سيجد بنية العنف الفاشيستي الكبير. أعطيكم مثال بسيط، قرأوا مذكرات فيكتور هوغو وما كتب على فيكتور هوغو. كان نائبا في 1870 في ذاك الوقت، كان من المنظرين لمفهومين على الجزائر. المفهوم الأول هو الإمحاء الجسدي للجزائريين، أو في حالة هو نفي الجزائريين إلى الصحراء. وكان من الذين فكروا في المجلس النيابي الفرنسي في هذه. هذا فيكتور هوغو يسموه اليوم شيخ الديمقراطية الفرنسية. نعطيك مثال آخر ويهم الأستاذة كثيرا، هذا أعتقد بيير بورديو اللي راه اليوم هو رسول بعض الباحثين عندنا، وكان هو الذي كتب الرسالة ضد استقلال الجزائر عندما طرحت القضية الجزائرية في الأمم المتحدة. وقد أعطيك أمثلة كثيرة دون أن أنسى أو أنفي أن كنت هناك فرنسيين أحرار شرفاء دافعوا على الحق. وبالتالي فرنسا تقوم على الثنائيات، والصفعة هذه جزء من صراع القوى التي تريد أن تتموقع كبديل. انظروا في الانتخابات الأخيرة، انتخابات الجهوية، ماذا أعطت؟ قبل ما نتحدث عن الانتخابات، إن أذنت لي فقط بروفيسور، يعني حتى نتوسع أكثر ونبقى في نفس السياق، وقبل أن نصل أيضا إلى بنية العنف المؤسسي الذي تحدثت عنه قبل قليل، أنت أسميت هذه الصفحة صفحة تاريخية، وهي فعلا تاريخية. يعني حادثة صفع الرئيس كما تعلم ويعلم الجميع جاءت ربما في سياق تاريخي له عدة دلالات. دعني هنا بروفيسور أسرد عليك بعض الأحداث التي سبقت هذه الصفعة التاريخية. في عام 2016 المدير العام للأمن الداخلي باتريك كالفار يحذر أمام الملأ وفي وسائل الإعلام أمام لجنة تحقيق برلمانية، يقول نحن على أبواب حرب أهلية في فرنسا. واحد. اثنين، جون بيير شوفالمون وزير الداخلية في حكومة جوسبان قال نحن أمام حرب أهلية إذا بقينا مكتوف الأيدي. وزير داخلية توقف عند مكتوفي الأيدي. مكتوفي الأيدي، نعم. أيوة. وزير داخلية ماكرون السابق جيرار كولومبا أيضا تنبأ بحدوث مشاكل عظمى في فرنسا وحذر من حرب أهلية قادمة. وقبل أيام كما تعلم وتعلم الدكتورة ويعلم الجميع، أزيد من 10,000 عسكري وقعوا رسالتين يدعون إلى تجنب حرب أهلية في فرنسا. ثم وصلنا إلى حادثة الصفعة التاريخية التي تتحدث عنها. أي هذا هو السيرورة المنغرسة فيما سنفصل فيه بعد في مسألة العنف وفي مسألة بناء النظام بالقوة القاهرة. وعلى هذا في تصوري أن فرنسا تبحث عن إعادة ذاتها، وسأكون صريح معك. لا. أن القوة السياسية المالية اللي طلعت ماكرون للسلطة
هي فقط قوة من القوة المتصارعة في فرنسا. القوة اللي طلعته هي القوة المالية الصهيونية وليس القوة المالية الفرنسية. بمعنى هناك صراع بين، خليني نقول لك شوي هذه المفاهيم الغليظة، فرنسا العتيقة مع تريد أن تبحث عن فرنسا العميقة. هذه هي اللعبة. كيف؟ العتيقة هي اللي ذكرت أسماءهم الآن ويتكلموا على حرب أهلية، شوفانمو مثلا، أي فرنسا العروق دسوش اللي تحصروا من طرف فرنسا القوة اليهودية المالية اللي حاصرت الفرنسيين، وفقدوا بعض مواقع القرار بشكل مكشوف كالإعلام مثلا. هل يوجد فيلسوف فرنسي دسوش اليوم معروف في فرنسا؟ وإذا وجد فهو مع الحقوق العربية. فالإعلام الأصيل الفرنسي، لا أقول يساري، أيضا قليل هم من يمكنهم أن يتحدثوا، وبالتالي فرنسا مخنوقة وتحت سلطان الرأسمال اليهودي الصهيوني. وهنا الخطر، الخطر، الخطر سأقوله لك، أن هذا الرأسمال لا يثق في الفرنسيين، يريد أن يترفه داخل فرنسا، ولكنه لا يثق في الفرنسيين، لكنه يريد أن يستثمر خارج، فخلق نوع من الثنائيات، وراه يساهم الآن في تفقير فرنسا، لأن القوة المالية راح تذهب إلى جهات أخرى، وهذا لا يهم فقط فرنسا، يهم كثير من دول. وعلى هذا الأساس الآن فرنسا إما أنها تتخلص من السيطرة المطلقة للمال الصهيوني في فرنسا وفروعه الإعلامية والعلمية، أو أنها تدخل في صراع داخلي أنا لا أسميه حرب أهلية لأنني أعرف تأثير اللوبي الصهيوني في فرنسا، وإنما اعتقادي أن فرنسا ستدخل في المعاطيل، أي أنها تريد أن تتغير ولا يمكن أن تتغير. خذ من ذلك، اطرح السؤال الآن، وأنا أعرف نوعا ما أو نسبيا المزاج والرأي الفرنسي. لماذا لم يتخلصوا من عقدة الجزائر؟ أتعتقدون أن هذا الأمر هاك صدفة؟ ولماذا كل مرة يحيون جراحهم ولم تعد لهم جراح لأن التاريخ مر من هنا؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا كل ما يغرقوا، لكم تلاحظوا ماذا يجري هذه الأيام، كل ما تفيض مياه وديانهم يجدون الجزائر أمامهم ملجأ. هذا يحتاج إلى نقاش في التاريخ. أكيد. وبالتالي اعتقادي أنه جميل أن نبدأ أن نفكر في فرنسا في حالها بفكرنا نحن كجزائريين، لأن عندنا معهم حديث. طيب بروفيسور، قبل أن أعود إلى الدكتورة نبيلة بن يحيى، هنا سؤال ربما لابد من طرحه في هذه الحادثة بالضبط. لماذا سعت الحكومة الفرنسية دائما بعد الحادثة إلى تحويل مغزى الرسالتين اللتين كنا نتحدث عنهما في المنشورتين من طرف أكثر من 10,000 عسكري من جدل حول إمكانية حدوث، لا أقول، وهنا أتفق معك، لا أقول حرب أهلية، ولكن أقول ربما فوضى عارمة داخل المجتمع الفرنسي، إلى مسألة حق الجيش في التعبير عن رأيه؟ يعني حولت الاتجاه 360 درجة. نعم، شكرا، بعد نعطي الكلمة للأستاذة لأن دينا أكثر من حقنا في الأمر. سنعود إليها. هذه قضية خطيرة جدا. أنا سميت الجيش الفرنساوي، الجيش الفرنساوي لم يخترق، والقيادة العسكرية الفرنسية لم تخترق من طرف القوى الصهيونية المالية، لا تهمها، إنما الجيش الفرنساوي يمثل القوة العريقة في فرنسا، المرتبطة بماذا؟ المرتبطة بالفكرة النابليونية التي تقدم فرنسا بأنها قوة لا تقهر، وسبقوا الإسرائيليين فيها على كل حال. وأيضا أن الجيش الفرنسي يرى إلى أين تسير الأمور، يرى أنها تسير إلى
تحكم الرأسمال الصهيوني، وهذا الكلام أقوله ليس هكذا تخمينا، أقوله من خلال نقاش مع كثير من المفكرين الفرنسيين الذين لم يعودوا يجدوا أنفسهم في فرنسا. وبالتالي الجيش الفرنسي يزن المخاطر، وهذا دوره كان عبر التاريخ. ومحاولة تنبيه الغافل، تعرف الكتاب هذا الأمير عبد القادر، كتاب من أروع ما قرأت في التاريخ الفكر الجزائري، تنبيه الغافل، ودير فيه دراسة على الأمم التي تخون عهودها، من أروع ما كتبنا، ولا أحد يقرأ كتاب الأمير. وربما الذين لم يقرأوه هم من أساءوا إليه قبل أيام قليلة وخونوه. إن أساء الجاهل فالأمر، فتلك الشهادة لي بأني كامل. لأنه كامل. نعم. فقلت لك الجيش الفرنسي يستشعر مخاطر بنيوية تتجاوز فرنسا وتدخل في سياق إعادة بناء التركيبة الجيوسياسية لأوروبا. نعم. الأمريكان يعرفون أن فرنسا شاخت وهرمت، ويبحثون عن قوة جديدة تسير فرنسا. نعم. بالتأكيد لن تكون من نموذج تاع ماكرون. شاخت أيضا بمشاكلها وبانشغالاتها الداخلية بروفيسور، وهنا دعني أتحول إلى الدكتورة بنحية. دكتور، يعني في أبريل الماضي إن كنت تتذكرين أو ربما اطلعت عليها هكذا يعني في وسائل الإعلام، كتب نائب عن حزب الجمهوري يدعى غيوم لاريفي، كتب في صحيفة لوبينيو عن إرهاسات تمرد وتفكك للديمقراطية تحت هذا العنوان، واستنتج أن فرنسا أو الأمة الفرنسية أو الجمهورية الفرنسية في طريقها إلى حرب أهلية، ولو أن البروفيسور لا يحب هذا المصطلح، بسبب ماذا قال؟ الركود الاقتصادي، تكاثر حالات الإفلاس، تدمير الوظائف، تهديم وسائل الإنتاج. هنا أسألك يا دكتورة، هل يمكن لهذا الواقع الصعب الذي كنا نتحدث عنه أن يؤدي إلى ما نسميه تمرد اجتماعي؟ وهل يمكن قراءة حادثة صفع الرئيس في سياق مقدمة لهذا التمرد الذي نتحدث عنه؟ صحيح ما قلت، لأنه فعلا هنالك تمرد اجتماعي، بدليل حتى نكون أكثر واقعية وبالنسبة للواقع الفرنسي، احتجاجات السترة الصفراء التي كلهم تكهنوا أو توقعوا أنها ستتوقف لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر، فإذا بها دامت لأكثر من عام. إذن هذا يدخل ضمن السياق الاجتماعي التي تعيشه فرنسا. نعم. النقطة الثانية، حتى السياق السياسي في حد ذاته، فرنسا تحاكم بعض رؤسائها من ضمنهم ساركوزي الذي اتهم بعدة بمجموعة بما فيها ملفات الفساد. نعم. وكذلك كثير من الشخصيات السياسية. هذا شيء نوعا ما غريب بالنسبة للدولة الفرنسية كاتجاه فاعل في المسلك الديمقراطي الغربي. هنا نقطة كذلك سأعرج عليها، المخبر الأمني الفرنسي هو في حد ذاته لم يتغير منذ استقلال الجزائر 1962، يفكر بنفس المنطق ونفس العقلية. الثقافة الكولونيالية الفرنسية بفلسفتها التغريبية وفلسفتها التهديمية لمستعمراتها فرنسا ما زالت تتحدث. وهذا ما أشار إليه البروفيسور قبل قليل في مداخلته. نعم. يعني فرنسا لم تتغير، ولو أنها وضعت على هرم سلطتها شابا وأسست له، من أسس لهذا الشاب، أسس له حزبا سمي بالجمهورية إلى الأمام من خلال هذا المخبر الأمني الفرنسي الذي كما قلت لم يتغير، وضع طاقم أو وضع رئيسا شابا، لكن في كينونته لا يعبر عن التجديد
في البنية الفكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية الفرنسية. طيب النقطة الثانية اسمحي لي دكتورة لأنه الآن نقترب من نهاية الجزء الأول، كيف نفسر استشراء العنف بين المراهقين في فرنسا الذي ربما ظهر بشكل رهيب في السنوات الأخيرة؟ يعني سأعبر لك عنها ببساطة من خلال الواقع الفرنسي. القوانين أو هنالك إشارات إلى تأسيس ما يسمى بميثاق المبادئ، هذا الميثاق المبادئ التي صادق عليها البرلمان الفرنسي الذي نوعا ما يحاول أن يدجن المسلمين، ولن أقول الإسلام، المسلمين الفرنسيين. النقطة الثانية قانون الأمن الشامل الذي أثير أو يعني كانت فيه ضجة كبيرة داخل فرنسا وكذلك خارج فرنسا، يعني يتم بطريقة أو أخرى، لن أقول أمنت الفكر السياسي الفرنسي وإنما عسكرت الفكر السياسي الفرنسي، وهذا خطأ كبير جدا. وهنا أعيد وأسترجع فكرتي، ماكرون يعبر عن هذه القارة قارة أوروبا، يعني الوصفة أو الوصفة المتداولة هي القارة العجوز، صحيح أم غير صحيح؟ تأتي فرنسا لتضع شابا على السلطة لتؤسس لمفهوم ليس جديد وإنما لنوع ما كما ذكر الأستاذ في نوع من تلوين، وصحيح هو فقط لون سياسي ولكن ليس جديد بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فرنسا هي عضو في الاتحاد الأوروبي وصانع للقرار السياسي الأوروبي، لابد أن نتوقف عند هذه. دكتورة لأننا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول للأسف مرة هكذا سريعا. إذن مشاهدنا الكرام، فرنسا العنف المجاني يهدد تماسك الدولة، هذا هو موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج اتجاهات، لا تذهبوا بعيدا، سنلتقي بعد قليل في الجزء الثاني، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذا الجزء الثاني من البرنامج. فرنسا العنف المجاني يهدد تماسك الدولة، موضوع نقاش في هذه الحلقة التي نبدأها في الجزء الثاني، وأبدأ مع البروفيسور محمد طيبي. بروفيسور، مع أن كثير من الدراسات الاجتماعية، وأنت هذا تخصصك المجال الاجتماعي، علم الاجتماع السياسي، قلت الكثير من الدراسات الاجتماعية ترجع هذا العنف الذي نتحدث عنه إلى خلفية ثقافية، دعني أقول سيكولوجية، نجد النخب والحكومة الفرنسية ربما في واد آخر تحاول حصر ظاهرة العنف المستشري في المجتمع الفرنسي في الإسلاموفوبيا. هل سؤالي هنا على وجه التحديد، هل هي محاولة للتضليل كما كنا نتحدث قبل قليل، أم عجز عن مواجهة الواقع وقراءة المشهد كما هو؟ نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية، لأن معظم علماء الاجتماع الفرنسيين وقوهم كثر ومستواهم عالي، تحدثوا ونظروا لمسألة لوليان سوسيال، للرابطة المجتمعية التي منها تبتنى نموذج السلطة وتبتنى نموذج العقد الاجتماعي ويتم التشريع إلى آخر لبناء مفهوم مجتمع مبني. بنية رأس مال تغيرت، لم يبقى رأس مال ذي النزعة شبه الإنسانية اللي كانت في سنوات السبعينات والستينات، ما بقاتش. وبالتالي الرابطة المجتمعية اللي كان يغذيها تقاسم النسبي بين ثراء الأغنياء ومجهود العمال، هذه الحالة تقريبا اندثرت. لكن في نفس الوقت المجتمع بقى مليء بالمطالب، سواء مطالب العمل أو مطالب الرفاهية. الحرب في فرنسا الآن هي العمل، نعم، لكن المطلب الآخر هو الرفاهية، أي عندما غزت ما نسميه حنا في تعبيرنا الميزيرية المدينة الفرنسية، فهذه المدن التي فقدت بريقها ورفاهيتها تخرج للشوارع شباب يبحث عما تربى عليه من ملذات كالمخدرات حتى كادوا أو هم يشرعون لها، لا أتكلم عن المسكرات الأخرى، الأخريات و أنواع الحياة عندهم. إذن ففرنسا تتفتت على مستوى تلبية مطالب الناس العاديين وليس الناس الأغنياء. ولهذا الأساس أن لم تستطع
حتى الآن أن تواصل نهب العالم الثالث لإرضاء المطالب المجتمعية الفرنسية وخاصة إفريقيا. فبالنسبة لتفكك الرابطة الاجتماعية في كل أوجهها، ضيف إلى ذلك أن مفهوم الرفاهية ويسمونه بالسعادة الاجتماعية تغير تماما، أن الدولة المركزية اللي هي مسؤولة على خدمة الشأن العام لم تعد قادرة على الإبقاء على نصف ما كانت تقدمه مثلا في التعليم أو في الرياضة أو في العلم. فماذا حدث؟ أنها تبحث وبإلحاح على كبش فداء لتلصق به ما يمكن إلصاقه من خطاب وتشويه للرأي العام وتلويث للوعي الاجتماعي. خليني أقول لكم، الفرنسيون في معظمهم لا يعرفون شيئا عن الجزائر، الفرنسيين الشعبيين في معظمهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام على الإطلاق. كلها مرتبطة بنوع من البوقات الاجتماعية التي تتناوله إعلاميا. الفرنسيين ليست لهم مشكلة مع الإسلام على الإطلاق، إلا إذا حدث وإن قتل أحد في حيهم أو قريبا منه. وعلى هذا الأساس اعتقادي أن الاجتماع الفرنسي في برمته يحتاج إلى التجدد. مثل ما حدث إبان الثورات الفرنسية التي يقدمونها لنا كأنها ثورات وردية فتوحات، كأنها إنما الثورات الفرنسية. أقول لكم كلمة قالها الأمير رحمة الله عليه، أنا نتكلم عليه، قال عندما شنقوا الملك الذي أرسل جيشه ليحتلنا فقتلوه وقتلوا ابنه صغير، قال شيء أنا كتب مدونة، قال تبا لهم أمة تقتل ملكا فتح لها العالم، وتبا لأمة تقتل صبية. بالتالي الفرنسيين كانوا أقوياء إلى أقصى درجة في تزويق الجمهورية وإعطاء ألوان، حتى صار المحتلين اللي يسموهم ليزانديجان يعيشون على حلم جمال فرنسا وفرنسا قبيحة على الإطلاق قبيحة. وانظر ما فعلوا عندنا هنا عندما نأتي يوم ونتكلم عن جرائم، عن جرائم فرنسا في الجزائر. فيه نقطة أخرى بروفيسور إذا كان سمحت، لست أدري إذا كان يعني هي في بمكان من الأهمية. في دراسة حديثة في فرنسا صدرت أعتقد قبل يعني سنة أو سنة ونصف فقط، تقول إن الشرطة الفرنسية تتلقى شكوى كل دقيقتين، كل دقيقتين تتلقى شكوى بسبب عنف في الشارع، وكل مواطن في فرنسا الآن أصبح عرضة للاعتداء. هذه دراسة موثقة يعني. هذه هي السيرورة. عندما تتفاقم كلمة تتفاقم، هذه أنا أعتقد أنها ستتحقق، عندما تتفاقم المعضلة الاجتماعية والمعضلة المالية، فرنسا عندها حلين. الحل الأول هو أنها تعيد النظر في بنية الجمهورية والدولة وتوزيع ما تبقى لها من خيرات بطريقة يفهم الناس أن ذاك الشيء اللي كاين، أو تعود فرنسا، وهذا ما أراه، تعود فرنسا إلى طابعها المتوحش. نعم. وتبدأ في قمع كثير من الفئات الهشة في فرنسا، ومن ضمنهم الإسلام، لأن المسلمين، لا أقول الإسلام لأن الإسلام أشرف من جدودهم كلهم، إنما ستكون شرسة مع المسلمين. وفي هذه الحالة على أهل المسلمين أن يتفطنوا إلى هذا التوجه، لأن ساركوزي أعطى أوامر وخطط لتدمير المسلمين في فرنسا. وأنا عندي دراسة نشرت في كتاب في الإمارات العربية حول إسلام أوروبا بالوثائق والتصريحات. لا. وكلها هذا ساركو فيما بعده أولاند واللي جاءوا كلهم دايرين من إشكالية المسلمين، هم يطرحوها في صورة الإسلام، وهذا كذب. هم حابين حابين حل تخلصي من المسلمين في فرنسا، لأن المسلمين في فرنسا بدأوا شيء مهم جدا، بدأوا يتعلمون، ما بقاوش
المسلمين العمال اللي كانوا ساكنين في هذه التجمعات العمالية صاروا نخبة فيها الأطباء وفيها المهندسين. صحيح. صاروا يفهموا اللعب السياسي في فرنسا، وهذا ربما ما يخيف فرنسا الآن. لا يخيف كل فرنسا، ما إنما يخيف بعض فرنسا أصحاب النوايا السيئة، لأن الفرنسيين الأصلاء فرنسا العتيقة هذيك تعرف ماذا يجري في بلدها، وتعرف أن المسلمين لا يشكلون أبدا خطرا، تعرف من يشكل الخطر على فرنسا، وبالتالي هذا أيضا من الملفات المسكوت عنها في فرنسا. نعم. طيب بروفيسور، حتى لا تغضب من الدكتور نبيل بن يحيى. دكتور، يعني دائما في سياق هذه الدراسة التي كنت أتحدث عنها مع البروفيسور محمد طيبي، أيضا أكدت هذه الدراسة أن العنف الحاصل اليوم في فرنسا هو عنف مجاني، هكذا أسمته، عنف مجاني، بمعنى اعتداءات جسدية بلا سبب. يقول صاحب الدراسة أنه ممكن مواطن ينظر في مواطن آخر وما تعجبوش نظرته ويعتدي عليه مباشرة. يحصل هذا في فرنسا. ربما بهذه المقاييس يعني دكتور، يعني نصل إلى ما يؤشر إلى تحول عميق في داخل المجتمع الفرنسي الذي كنا نتحدث عنه، كان بمقاييس يعني وبقيم واجتماعية إلى غير ذلك. أنا بالنسبة لي لا أقول تحول عميق، بل انهيار عميق في منظومة القيم الفرنسية. مهما يكون فرنسا كانت في يوم الأيام هي إمبراطورية ذات امتداد جغرافي كبير جدا، لكن اليوم تعانيه فرنسا أن الزمن الاجتماعي تجاوز الزمن السياسي، بمعنى أن الشعب الفرنسي في كفة والسلطة السياسية الفرنسية في كفة أخرى تماما، لأن تحكم كما قلت منذ حين المخبر الأمني الفرنسي في صناعة القرار السياسي الفرنسي تجاوزته جملة من الأحداث، من ضمنها أن بنية النظام السياسي الدولي تتغير، ومقاربة التغيير هذه نوعا ما النظام السياسي الفرنسي في حالة ارتباك في فهم ما هو موجود داخل فرنسا. يعني أغلب المفكرين تحدثوا عن الدولة الفاشلة، ووسمونا نحن كعرب ومسلمين وعالم ثالث بأننا ندخل ضمن هذا المصطلح ما يسمى بالدولة الفاشلة والدول الضعيفة. لكن المصطلح الذي هو اليوم نوعا ما ظاهر جدا ما يسمى بالدول المنهارة أو لزيتا فايت أو ما يسمى بليزيتا اون يعني هذه الدول التي هي تتجه نحو الانهيار هي هذه المنظومة الغربية. صح. ليست فقط فرنسا ولكن أوروبا كاملة، ولكن بتصنيفات معينة. أقول لك، تحدثت منذ حين تكلمت عن الإسلاموفوبيا، والإسلاموفوبيا هم من صنعوا هذا المفردة. لن أقول حتى مصطلحا ضمن المخبر الأمني الغربي. صحيح. لكن أنا أقول لك فرنسا أو ما يسمى بفرنسا فوبي، فرنسا هي التي تعيش مجموعة من الفوبيات. الفوبيا الأمنية، وضع أمني غير مستقر. الفوبيا السياسية، وضع سياسي غير مستقر منذ أن تأسس ما يسمى بجمهورية الجمهورية إلى الأمان أمام عفوا، ولكن فرنسا تعود إلى الوراء وليس. نعم. إلى الأمام. هل معنى هذا دكتور، إذا كان سمحت لي، هل معنى هذا أن فرنسا الآن، فرنسا الحديثة، فرنسا الحالية أمام حتمية إعادة النظر في منظومتها السياسية؟ إذا أرادت لابد أن تنظر في منظومتها السياسية وكذا الاقتصادية. فرنسا منذ جائحة كورونا هنالك ما يقارب 33 ألف شركة اقتصادية تقريبا تتجه نحو الإفلاس. فرنسا اقتصاديا تقريبا تعيش على مغانم الدول الأخرى فقط. يعني ومغانم وأية دول؟ نعم. هي الدول الإفريقية. الدول الإفريقية طبعا. العمق الإفريقي هو الذي من خلال هو الذي أنعش فرنسا. نعم. وما زال ينعشها. وهنا لاحظنا وشاهدنا، إذا كنت تسمح لي فقط بين قوسين دكتورة، شاهدنا حتى في النظام السياسي السابق في الجزائر، كانت كلما أفلست شركة فرنسية. نعم. تلجأ إلى الجزائر من أجل استنجاد بها حتى تعود إلى الحياة من جديد. نعم. إذن عفوا، المقاربة الأمنية الفرنسية أخطأت في العديد من المحطات إقليميا بالنسبة. نعم. لإفريقيا، العديد من الشعوب الإفريقية اليوم تنتفض وتقول كفى لفرنسا،
كفى للوساية الفرنسية اقتصاديا. هذه مقاربة جديدة صحيح بالنسبة صحيح لإفريقيا. نعم العملة الإفريقية الجديدة 17 زولة ستظهر في غرب إفريقيا. اعتقادي أنها ستكون ضربة، وهذه مضرة ضربة قوية للاقتصاد الفرنسي بمنطقة الكواس. نعم هذه الأمور نفس تصوري، لان لازم يهمنا الكلام ايضا عن الجزائر اكيد مع فرنسا وليس كنت الجزائر. اراك تتحدث لتقول شيئا ما، ولكن تركت الكلمه للاستاذ حتى تكمل الكلام. يعني تفضل بروفيسور تفضل. لا فقط لان ما ممكن جدا اننا نقدم رسائل للراي العام الجزائري. نعم الجزائريين يعرفون ويفهمون ويحسون ويشعرون بما صنعته فرنسا في الجزائر، ولا أعتقد أن هناك موسوعة تاريخ يمكنها أن تحتوي تسجيلاً وتوصيفاً للجرائم التي ارتكبت في بلادنا. لا أحد، ما فيش موسوعة تحتوي. صحيح. وأن الذاكرة ليست إلا واجب الأحياء عن الأموات، ليست إلا واجب. والمفارقة أن فرنسا مجدت استعمارها هي مقارنة بألمانيا التي تراجعت. نعم ويعني نعم شوف المقاربة الفرنسية والألمانية. وهذا نعم صحيح تمام، لأن فرنسا ستون ناسيون تيتو نكارة للحقائق، وهذا سيضرها وهي في ضرر جزيم. سنصل في هذا الأمر. أن فرنسا في تعاملها مع الجزائر تعيش عقدتين، عقدة هزيمة لا تقرها أكيد، وما زالت لا تقرها ولا أعتقد أنها تقرها الآن. قد يقرها جيل جاي. لهذا الذين يتكلمون عن الذاكرة أنا أعتقد أنهم ممكن يمارسوا السياسة قد، لكن فعليا جيلين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن لا يمكن، وهذا بمنظور التاريخ، لا يمكن لفرنسا أن تستعيد شيئا من وزنها الجيوسياسي في إفريقيا إلا إذا وجدت حلولا خصبة وبناءة مع الجزائريين. تحديدا مع الجزائريين. تحديدا مع الجزائريين. لأن حتى في عهد الاستعمار الفرنسي في إفريقيا كان للجزائريين مقام خاص. الناس لا يعرفون هذه الحقيقة. أن يكون مثلا الجزائري موجود في السنغال أو في غينيا أو كان يعتبره فرنسي. حتى في المغرب الأقصى هنا عندما يكون جزائري موجود هناك كان يعتبره على الأقل في المخيلة، ما نقولش في الواقع، كان يعتبره فرنسي. وبالتالي القوة التي نزفتها فرنسا من الرأسمال البشري الجزائري لا ثمن لها. الملايين الذين حاربوا لقوة فرنسا الاستعمارية، فرنسا الاستعمارية لم يحققها أبناء فرنسا، معظمهم كانوا من الجيوش الجزائرية في كل أنحاء العالم. وابحثوا ستجدوا الاستاتيستيك موجودين. نعم. الاستاتيستيك حتى الخطأ. نعم. حتى الخطأ في المفردة هم يقولون ما يجمع الجزائر وفرنسا هي ذاكرة، ولكن الذي يجمعنا ليس ذاكرة وإنما تاريخ. تاريخ. الله يجزاك. وهذا الخطأ الذي من المفروض تصحيح الإعلام. توظيف خطأ. توظيف خطأ. نعم. نعم. الآن فرنسا لا تستطيع حتى الآن تريد أن تتخلص بالنفاق. ما يفعله ماكرون الآن. يريد ومع مؤرخ ستورا يعني لعب اللعبة خلينا نقول لك. أنا حتى طلبت مرة، اقترحت على بعض الإخوان الناس طيبين الجزائريين، قلت لهم لن نبدأ الحوار حتى ندير معها أنا حوار رأس رأس. أنا كجزائري مواطن بسيط صحيح ابن أسرة وعائلة قدمت ما يجب أن تقدمه بدون منا من خدم بلده فذلك واجبه وليس منة منه. العيب على اللي ما قدمش وراه اللي ما يحل في فمه، هذاك هو العيب. ما اللي قدم إلا في كسون دوا. قلت لنا اقترح ندير معها ندوة في فلسفة الذاكرة وماذا تريده فرنسا. فلعل، وهنا كلمتي لفرنسا مش العقيمة، لأنني أرى أن هذه الأيام فعلا عقيمة العتيقة أي اللي عندها جذور، أن يبدو لي أنهم إعادة النظر في فهمهم للجزائر
ليس كغنيمة ضاعت. الجزائر عمرها ما كانت غنيمة لفرنسا، كان بلد هزم في حروب. هذه هي الاستراتيجية الأرجنتينية، نعم. لم تكن غنيمة مثل ما كانوا يتوهموا، ومثل ما راها اليوم إسرائيل تتوهم أن فلسطين غنيمة لها. هذا ستسقط إسرائيل بهذا الوهم. فرنسا لم تتحرر، احنا تحررنا من الاستعمار، فرنسا لم تتحرر من الوهم. وهذا الوهم الذي سيسقطها السقطة التي تتجاوز الصفحة، هذا أكيد، نعم. وبالتالي فاعتقادي أن الجزائر يمكن في اللعبة الجيوسياسية التي تجري الآن وتجري بحدة وبقوة خاصة حول ليبيا، نعم. الآن الجزائر يمكن لها إذا استطعت، وأنا هذا الشيء اللي كنت نطالب به، استطعت أن تقدم دولة ذات شرعية وذات مصداقية ونخب قادرين على فهم اللعبة الكبرى في العالم، يمكنها أن تستغل ما لا يوجد عند الدول العربية والإفريقية حاليا، وهي قوة النظام السياسي الوطني، وثانيا أن الجزائر حافظت على قوة جيشها الوطني من البواسل، وأقولها بحب. وأيضا الجزائر الآن عندها بلد واسع والشعب يحتاج إلى شيء، من الحنية. الجزائريين يحبوا اللي يحبهم، خطاب سياسي وطني صادق وفيه حنية تجمع بين قلوب الجزائريين، وهنا أؤكد كل الجزائريين دون استثناء، ومن يمس جزائري كان فهذا اعتقادي أنه هو الزوافي الحقيقي الذي يتكلم عنه. واضح جدا بروفيسور، بقي لدينا 4 دقائق فقط، نحاول أن نقتسم هذه الدقائق بقسمة عادلة. دكتورة بن يحيى، هل يمكن ربط ظاهرة العنف، عنف المراهقين في ضواحي المدن الكبرى الفرنسية، ب ما يمكن أن نسميه مستوى الحياة المتدني في الأحياء الفقيرة والتمييز الحاصل هناك كما يرى الإعلام الفرنسي وبعض التيارات السياسية تحديدا التيار اليساري؟ أكيد لابد أن نشير أن هناك إحباط عام في الداخل الفرنسي على كل المستويات، السياسية الاجتماعية الاقتصادية، كما أشرت منذ حين 33 ألف شركة فرنسية هي على بوابة الإفلاس، رقم كبير جدا. المقاربة السياسية كذلك، تيارات كانت فرنسا بين تيارين، التيار اليميني والتيار اليساري. اليمين ما يسمى بالمتطرف، والتيار اليساري الذي نوعا ما كان هو الحاضنة للنظام السياسي الفرنسي. فجأة لا ذاك موجود ولا الآخر موجود في منظومة المنظومة السياسية، فجئ بمنظومة نوعا ما لا هي ليبرالية، أو عفوا لا هي يمينية ولا يسارية، وأسمت نفسها بالليبرالية. أي ليبرالية؟ هذه الليبرالية التي فككت، أنا مع الأستاذ، المجتمع الفرنسي ودجنته بتسميات عديدة. نوعا ما هناك نوع من الانقلاب السياسي داخل فرنسا، انقلاب اجتماعي داخل فرنسا، وهذا ربما ما عبرت عن الانتخابات الأخيرة جدا. يعني الجميع كان يتصور أنه اليمين المتطرف، لأن العديد من الإعلاميين أو الإعلام عموما أشار أن هناك موجة أو تيار هو الذي يحدد الرؤية الاستشرافية لفرنسا وهو اليمين المتطرف، نعم. لكن كان فيه نكسة حقيقية لهذه الانتخابات الإقليمية في فرنسا. إذن في اعتقادي أن ما تعانيه اليوم فرنسا هو إحباط شامل، هو انتكاسة في المنظومة الفكرية السياسية. وهنا أرجع منذ بداية الحصة الأولى عندما أشار إلى فيكتور هوغو، في حتى دو توكفيل الذي أشاد بالديمقراطية الأمريكية، لكنه كان يتحدث عن الجزائر وكأنه يبشر بهذا الاستعمار. نفس الشيء حتى بالنسبة ليس فيكتور هوغو، لافونتان، يعني تقريبا حتى كارل ماركس كان موجود هنا عندنا لكن لم يقل شيء. حتى فولتير، يعني فولتير نفس الشيء. والحكيم يا دكتورة، من يستفيد من هذه الانتكاسة الفرنسية الظاهرة الآن؟ نعم. طيب
بدأت معك وسأنهي ببروفيسور محمد طيبي. بروفيسور في نفس السياق الذي كنت أو سياق السؤال الذي طرحته على الدكتورة بن يحيى، الطبيب الفرنسي المختص في علم النفس موريس بيرجي، مؤلف كتاب عن العنف المجاني في فرنسا الذي كنا نشاهد صوره الآن في الشاشة، له رؤية مخالفة لرؤية الإعلام الفرنسي والتيار اليساري الفرنسي، ويربط ظاهرة العنف المستشري في الضواحي المدن الفرنسية الكبرى بما اسماه التفكك الاسري لبعض العائلات الاجنبيه من افريقيا، عددها قال من افريقيا، بلدان مغاربيه، كوسوفو، البانيا، الغزل الى غير ذلك. تتفق مع هذه الرؤيه؟ تعرف هذه مقاربات جزئيه لظواهر معقده. نعم. ودراستها قد تكون في حقلها ذات معنى وذات دلاله وتفيد في الفهم، انما ليست بالضروره بالدراسات التي تحتوي الأمور وتفهم توجهاتها الكبرى. فكثير من المتغيرات في المجتمع الفرنسي الآن لا يمكننا أن نتحكم فيها. وإذا أردت نعطيكم بعض المتغير الذي لا يمكن أن نتحكم فيه، تحكم الطبقة الليبرالية الفرنسية إلى أين تسير، الانتخابات التي تفضلت كلمة تشير إلى أن هناك عودة إلى الليبرالية التقليدية. البؤر الثورية اليسارية التي عرفت بالاحتجاجات الكبرى المعروفة إلى أين تسير؟ على الرغم من السطورات الصفراء، الانتفاضة لا لون سياسي لها. نعم، هي انتفاضة شعبية بامتياز. إذن فرنسا ما يحركها ليس فقط الفقر. نعم، أنه عامل من العوامل التي تؤثر في الحياة الفرنسية، لأنهم تعودوا على الرفاهية وتعودوا على خدمة الدولة الاجتماعية وتعودوا على أن الدولة هي تضمن الأمن. هذه الوظائف وأخرى في تصور لم تعد قادرة الدولة الفرنسية على تلبيتها بسبب تعقدها وثمنها. ففرنسا الآن هي أمام الأسئلة الكبرى. ضيف إلى ذلك، وهذا ما لاحظته من خلال المتابعة، أن النخب الفرنسية دخلت ولاءات إيديولوجية لم تكن متعودة عليها، بمعنى أن النخب التي تفكر بجدية انعزلت. لإدري سوسيولوج سكتوا، أن جران فيلوزوف اللي كان هو دبري، سن جران فيلوزوف دبري لا نسمعه الآن يتكلم. النخب يعني هناك إحباط. نعم تمام. الآن ما لاحظته هو أن النخب الفرنسية اللي تصنع رأي عام يتقبل ويتحمل الأزمة، لأنك أنت الأزمة ليس فقط تحلها بإجراءات سياسية واقتصادية، تصنع المجتمع الذي يتحملها، وهذا ما ينقصنا نحن. للأسف الوقت انتهى بروفيسور، إن أذنت لي كنت أتمنى أن يستمر النقاش لأطول. نعم. من هذا الوقت، ولكن للضرورة أحكام دائما. فقط عبارة أنهيها. نعم. أن الحرب الأهلية في فرنسا تختمر. عبارة هي موجودة عبر كل وسائل. نعم. التواصل الاجتماعي. نعم. إلى أين ستتجه هذه العبارة سنراها مع سنرى الأيام. وربما سنلتقي في حلقة أخرى في نفس الموضوع. إذن مشاهدنا الكرام، فرنسا العنف المجاني يهدد تماسك الدولة الفرنسية، كان هذا موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج اتجاهات. سعدت كثيرا كثيرا لحضور كل من الأستاذ الجامعي البروفيسور محمد طيبي الباحث والمتخصص في علم الاجتماع السياسي، وكذلك الأستاذة الدكتورة نبيلة بن يحيى الأستاذة الجامعية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أشكر ضيفي الكريمين، والشكر موصول للفرقة التقنية التي رافقتني في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، سلام.